and I'm torn. I have squandered my resistance for a perfect view. Such are promises. Then just stir him and he's what he wants to hear and disregard the rest. My home and family, I was no more than a boy in the company of strangers. In a quiet elderly railway station, running scared. In those sticking out poor corners where the ragged people go. If only they would know that life. Looking for a job and an offer just to come off from the woods on 7th Avenue. I do declare there were times when I wanted more, so I took some care for that. La 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 la. هذا بول سايمون ولكن راه صافي لوط وما لعبناش هادشي نسيناه ولكن معليش تذكروا الذكريات ماشي I am just a poor boy, though my story isn't untold. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles as I promised. When I left my home, my family, I was no more than a boy in the company of strangers. In a quiet down the railway station, the running escape. Lay low, seeking out the poor corners where the rain.
looking for the places only they would know. Lie, 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 lie. Asking only workmen wages, I come looking for a job, but I give no offer. Just a coming from the hood from 7th Avenue. Aïe 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 aïe. Elle dit Simon Garfunkel, Central Park, a eu 3 millions de spectateurs. My old friend, I've come to talk with you again. Because خلال ده ما شاء اللهم خلينا عاطفين في هنا مسالين قلبنا. شوكولا دولا. For me, I'm not sleeping, and there is no place I'm going to. هادو جينيراسيون ديالنا اللي كنا عايشين معاهم ودوزنا معاهم السبعينات، دابا نعيشو مع الوقت الحالي اللي هو لا سيتياسيون في المغرب. الشاب طرا عليه الدم ولا يقول عاش الملك، عجباتني عرفتي علاش؟ باسكو بنادم ولا كيعرف مصلحته دابا ولا عالم المصالح، سي مانيفيك ها، دونك وجه عليك نتايا ولا نتيا، المهم ما عجبكش الحال يا خويا ولا اختي اللي قلت عاد، دونك سي مانيفيك كيتسمع بحال هكدا. المهم ما عجبكش الحال يا خويا ولا اختي اللي قلت عاش الملك، ويسي عاش الملك عاش الملك عاش الملك 120 اورو لو بيي، الحمد لله 120 اورو لو بيي، ومخلاش ولاده معذبين ومرمدين فوالا يا حنايا، تقول انا غنعيشي في قاطر، انا غادي نقدر سي دغول، انا غادي لقاطر نخلص 120 اورو بيي. السلام عليكم، غادي نوجه السلام لسيدنا الرئيس تبون، انا عايشه في فرنسا، راه عايشه الملك 120 اورو لو بيي، حنا اللي ولادك في الغربه، صافي 5 سنين انا ما شفتش والديا. دونك راه بزاف ماشي غير هما، راه بزاف سي عاش في الغربه، راه عايشه الملك 120 اورو لو بيي، حنا اللي ولادك في الغربه، صافي 5 سنين انا ما شفتش والديا. على الاقل قال عندنا غير لوطير فينا نتوحشي والدينا ونقص باسكو ما تنساوش واحد الحاجه، خليكم واحد الميساج جزائري يا تبون، يا تبون يا راجل غاتولي على حساب عاش الملك عاش الملك 120 اورو لو بيي اي بور نو تكون احنا خونو. السلام
عليكم، كنت واحد الميساج درت دوكا وعاودوني ميساج الزواج. الوغ الدنيا ما تحشمش على عروضها، قال لك ما تجوش لتزايد، تزايد محتاجه غير اللي بغيها. اخر الميساج غايه. الله يهديك اخويا، انا جزائريه وهنا نجي بالسيب عليك، جي باسبور فيغ اوسي. كيف حبيتوني ما نشكرش المغرب وما نشكرش سيدنا الملك، نقول له سيدنا، نقول له سيدنا. هادو ماشي انا كنت جيت يعني عندنا في الجزائر رئيس كيما هذا، ماشي بوصلوا يدو، بوصلوا رجلو، بوصلوا راسو. كيفاش عزز ولاد بلادو دخلهم، شغل انت جاي وانت فرحان بلادك احتضناتك وتقولوا لي كيفاش وتسبوه. المشكل يجوني تعاليق يسبوه في الملك، واش هاد الملك يتسب يرحم باباكم؟ يتسب والله العلي العظيم ما لقيتش واش نهضر، ما لقيتش واش نهضر. انا هذا راكم تقولوا عليه كذا وكذا وتكتبوا لي في التعاليق وروحي بوسي لي، بوسلو يدو، هذا يستاهل، ماشي غير بوسه اليدين، بوسه الرجلين. دخلوا ولادو، هذوك ولادو نقص لهم في البيي، دار لهم لو تيست على حسابه، قال لك حتى سمعت قال لك اللي شاو اللي بيه غاليين راح يرومبورسي لهم. وتحبوني كيفاه ما نشكرش الملك وما نشكرش المغرب وما نشكر بلد الحضاره. تحضروا تحضروا علينا بزاف بزاف، حنا الجزائريين تمرمدنا، تمرمدنا مما جميعه، بلادنا ما نقدروش نجولها. يرحم باباك، علاش الجزائري، علاش ما حفظتولوش الكرامه تاعو؟ علاش الجزائري يجي يخلص لوتس على حسابه، يخلص الحجر على حسابه، يخلص دونك المهم ليسونسيال كل شيء طال عليه التم. هذا مساكن داروا كريدي وداك الشيء، داروا كريدي باش شراو، باش شراو ليبيا. المهم لو سيجي راه معروف دابا، المغرب هما كيقول لك لا. صراحه انا بعدا جاني الضحك، قال لك المغرب الا بروفوكينا نقص ليبي الا بروفوكي، بحال النهار اللي حلينا الحدود ودخلوا قال لك حلوا الحدود باش بروفوكيونا. حنا لو تيست كوفيد غراتوي على سانتي دي روا محمد السيس الله ينصرو، لو تيست كوفيد غراتوي. حتى اللي شراو ليبي، اللي خداو ليبي قبل واش خداوهم غاليين، حتى هما قال لهم اجيبوا دوك البيي ونبورسي لكم لا ديفيرونس. عاشقني عاشقني عاشق بحالي، مني يسكاكا ما عمرو يكون ندمان. المغرب هو الحب ديالي اللي يعيش فيه عمرو يكون ندمان. ندمان على ذاك الزمان، عاشت البحر والموجة لا في الصين أتلانتيك، سي فانتاستيك. الحوت وعليه نموت، الخوت هرب البحر مشى للصين أتلانتيك، سي ماجيك لو باسيفيك. الصحراء الغربية العيون العسلية، شحال عزيزة عليا داخلها والعيون. عشقت البحر في الأطلنطيك، في الأطلنطيك.
في الأطلنطيك تالمو ماجيك سي مانيفيك عندك المحيط اسمع السي محيط الأطلسي دونك هادشي كفاية دونك كفاية كفاية راه مكنقولوش شفاية شفاية ودراية عليك مولايا سا سي توتا في نورمال انك تشوف دولة كيقولوا لها فقيرة اللي هي المملكة المغربية العظيمة وكتوفر الجالية اللي هي بالملايين راه ماشي 1000 5000 3000 توفر لها لي بيي وتوفر لها تيست كوفيد غراتوي خرجة اي اون بليس كاين تعليمات تخفيض تخفيض الشقق المفروشة وتخفيض لوتيل وحنا كنا زيطنا لنا واحد لابيل لي زاجونس دو فواياج اللي ما جابش الطوموبيل يديروا لي ثمن رمزي يتهلا في الطوموبيل سيتو يتهلا في الثمن رمزي باش يتسارى مع ولادو كاين اللي غادي يجي في الطياره باسكو سي موان شير و سي بلي بري دونك نتمنوا هاد الامور يمشيو على خير وحنا كنشكروا الملك محمد السادس نصره الله كيخلي التاريخ دابا كيقيد في التاريخ علاش يذكروا التاريخ فهمتي ماشي يقول لهم حنا راه عندنا مشاكل وراه عندنا كوفيد وكوفيد وقف الاقتصاد وراه عندنا مشكل في الصحراء وعندنا مشكل سبته ومليليا وعندنا كذا وعندنا والو اجمع بتعليمات من سيدنا الملك نصره الله تم تخفيض كذا وكذا وكذا وكوفيد كاش ما كاش كاش عز بودربالا ولا رونالدينو ولا فخر الدين ولا مستودع كاينش كاين غير ما كاينش خاويه في عامره كاين ديريكت قبض البيت ديال كومان ماركولا ديال روبرتو كارلوس مباشره قول لي دابا واش نقارنوا الذي لا يمكن مقارنته امبوسيبل ديما كنقول لكم امبوسيبل حنا مسالين قبنا وحاضين غير هادشي اللي حاضينه هنا كتبان القهره ولا القهوه القهرة الإقليمية والقهوة الإقليمية والقوة الإقليمية والقصوى الإقليمية كاين فرق بين الدولة والدول لا فهمتي وكاين فرق بين الديمقراطي والديموكرازي كهذوك يقول لك ديموكرازي حنا عندنا الديمقراطي ماشي الديموكرازي ديموكرازي أكراسي ديموكرازي وكاين فرق بين الدولة اللي فيها الحرية وما بين الدولة الجيوية سا سي لوجيك شي كا حنا وما كنعيرو حتى واحد انا كنفسرو لاناليتيك ها ونفسرو لا فونيتيك المنطق ديال اللغة دابا هادشي راه عادي دونك وشاهد شاهد من اهلها وبزاف انا تلاقيت مع في تلمسان في دوك لي زاني اللي كانت مازال القضية مزيانة في الدولة الجيوية وقاريت الطوموبيلة ديالي فوق البافي لان ما لقيتش فين نكاري اون فاس لا بوست حدا لونسيان ايغليز اللي ولات تنقي سالي باسكو ليغليز الا ايتي ترانسفورمي اون سوبر مارشي وتحت منها الحوانت الوغ جو سوي فيغي جافي ان امي دابا تماك كان اختصاصي في بيتزيريا مشيت كاع عندو كان حدا حوانت وجا عندي ان بوليسيي وقال لي ممنوع تكاري هنايا قلت له اسمح لي انايا ما لقيتش فين نكاري شاف الماتريكيل هو تعامل معايا مزيان الصراحه قال لي روح نعطيك ان مومون وتخيط الطوموبيله من هنا يلاه بغيت نحيدها هو يقول لي جا عندي واحد واقف قال لي انت من مروك قلت له ايه من مروك المروك هي دابا نورمال موعد كيقول لك مروكي قول لي الخيريانو ولا قال لك المروك قول لي الخيري واش كتقول انت كتهضر بالسبانيه وانا كنهضر بالسبانيه بحال انت كتهضر بالسبانيولي وانا نهضر بالسبانيولي انت قلت لي ماروكي سبانيولي تنقول لك الخيريانو سبانيولي دونك قال لي انتم عندكم كل شيء زوين كل شيء مليح قال لي كل شيء مليح عندكم حاجه شابه غير هو عندكم حاجه ما هيش شابه ما مقبولاش نهائيا وخيبه بزاف ما مليحاش بزاف رنكا قلت له شنو هي قال لي تبوسوا الملك يديه يلاه غادي نجاوبو ونهض لي واحد الشوي بيني نقي واحد الشيء بيني اليغون قال لي اسمع اخاي لو كان هذا كان الملك تاعنا عندنا واحد بحالو هنا واحد كيفو نبوسوهم لي تستيكيل ديالو وهذا شي باني دونك كاين الناس اللي عندهم هاد التفكير غير هو خصني انا واحد يعبر لي على ان الملك
الشعب كيبغيه وداكشي حقنا الشرعي باش نحترموه ونبغيوه، ماشي وقت الغضب، وقت اللي يكون صاحي. باسكو دابا كاين غضب وعينين تغمضوا، العينين تغمضوا، كي حسره كبيره كيشوفوا المغرب اللي هي دوله كيقولوا دوله فقيره امام دوله غنيه وشعب فقير، ودوله يقال عليها غني فقيره وشعب غني. هذا ما تفهمش، راه تخربق. هذا لو نور دو لافريك، دوله غنيه كيقولوا يقال ويشاع انها غنيه، ودوله يشاع لانها فقيره وشعبها غني، شعبها يغتنى من قرارات ملكيه. لان هما كيقول لك حنا واحد الوقت كان كيقول لهم بالقضيه مولزوش كوب دي موند، قال لهم هما حنا كنفرقوا الديور هما كيفرقوا الحريره، حنا كنفرقوا الديور هما كيفرقوا الكفوف. ما فرق لا حريره ولا ديور ولا كفوف ولا زوج كوب دي موند. قال ليه طلع سروالك وارفع راسك وديرها فين حبيت، هادشي اللي كاين. حنا ما حنا ما كنسبو ما كنعايرو، اون ماشي مشيام ديالنا نسبو، غير كنشوفو دوله وسط دوله وسفاره وسط سفاره ووزاره وسط سفاره، كارطه مدموسه، تقدرش تلعب مع هذا، غادي يغشك. كل حاجه داير منها الدور، داير في المونش ديالو الوراق الاخرين، داكور، داير كاريداس هنا والكانت فلوش من هنايا، اللي كيلعب البوكر راه في القضيه هادي. دونك تدير دوله وسط دوله، دوله دايرها تواجه المغرب اللي تقول لي انت المروك، وداير داخل تحت منها، فهمتي، بحال الماريون انت داخل وسط منهم، كتحارب سميتهم، كتحارب المغرب، ما بغيت ليه سياحه تكون بخير، ما بغيت ليه فلاحه تكون بخير، ما بغيت ليه علاقه مع الدول الجيران تكون بخير، وكتهضر بسميه ديال بوليس بان، وكنهضر معاك تقول لنا انتوما كتحاملوا علينا، وكان انا حنا كنفسروا لكم بغينا المواطن ديال الجاره يوعى على انه راه مقولب من النظام ديالو لمده اكثر من 50 سنه، خصو يدخل ليه في راسو. انا عارف ما غاديش تقبلوها، فما غاديش تقبلوها، يقول لك انتوما هما متعصبين مع الملكيه وكيعايروا الملكيه وكيعايروا الملوك، كي هنا كاين الملوك اللي دازو كاين الملوك اللي جايين وكيعايرونا وكيعتبروا، ولكن حنا محدهم يعايرونا وكنعرفوا راسنا بلي حنا غاديين وكنوليو بخير. وكاينين دي بروف، كاين دي بروف ماتيريال، حنا كنهضروا بلي ستاتيستيك. الا قال لك حنا كنبيعوا الحشيش يدخل دابا البي اي بي لي ديتاي، دابا كلشي ولا كتعطى اون ديتاي، لو طو ديكسبورتاسيون اي لو طو دامبورتاسيون، نسبة الواردات والصادرات، وما هي المواد لو برودوي اكسبورتي ديال المغرب، شنو كيصدر المغرب. الا لقاو الحشيش نعطيهم اللي بغاو، وصل واحد النيفو طالع قرب البرودكسيون ديال باسكو لاجي عندها البي اي بي دابا باقي طالع، ولكن 2024 2025 المغرب غادي يفوتها. سي با تخي لوان، باسكو في البلان كانكينال لي بلون ديال الدوله كيكونوا كانكينال 5 سنين، حنا دابا تخيينال دون 3 اون دون 2 اون اون فا ديباسي البي اي بي، وحنا البي اي بي دوزناه الي بوكو بلو افيكاس اي كونكري. علاش؟ باسكو سي دي برودوي فوندي، ماشي دي برودوي تيري دو لا تيغ، سي با لو غاز لو بيترول لو فوسفات، نو سي لا برودكسيون انترن، الانتاج المحلي. عندنا هاد لي ستاتيستيك ا تو لي نيفو. اما الحشيش كون جينو قال بحال قال لهم ساهل كيديروا لو بلونشيمون دو لارجون دو الحشيش، قالها جو كوني موا لي سيل بو لي زافيغ سي ايسي سي با او ماروك ني ايور، دونك ايسي سي لي زافيغ، اون سي سكو في لي بانك ماروكان سي لو بلونشيمون دارجون افيك لا رويال اير ماروك. نيمبورت كوا نيمبورت كوا، هاما وسيدي حنا عادي فانت الحشيش ودير هاد القضيه والبلونشيمون دارجون وعطي لشعبك انت يسافروا فابور كاع، حنا ما نحبسوك. سيبوزون كو سو بي فوازان هو اللي كان داير الحشيش، هو اللي معروف بالحشيش، واش المغرب غادي يدخل فيه؟ والله ما يدخل فيه، لان عندنا ثقافه وعندنا تربيه وعندنا تاريخ اللي هو عدم تدخل في شؤون الغير واحترام الجيران، هذه في ثقافتنا حتى في الاحياء هنايا، عار الجار على الجار. دابا لو كان الجزائر فيها الحشيش وفيها كما يقولوا الدعاره، وفيها لان الدعاره دابا ديك قبيله جابوا لي فيديو، ولي فيديو قبيله ديال الدعارة ديال واحد المدينة ساحلية، نادو خربوا كاع لوطيلات، سي اون الجيري خربوا كاع لي زوتيل، قال لك هاد المدينة ولات معروفة بالدعارة، وعيطوا رئيس البلدية، المهم رونوها قربلوها تقربيلة. إذا حنا ما عندناش هاد الظاهرة، حنا دونك اون رياليتي نجيبكم هاد الفيديو أون فالافواغ باسكو نهضرو بلا بخوف.
سي تري فاسيل اليوم ولاو لي ريزو كيفرقوا لي زانفورماسيون اتونسيون. ولا يقول لك اسيدي دونك كاين بوكو دو بروبلام. كاين هنا اللي كيهضر كاين لي زالجيريان كيهضر كاين لي زالجيريان اللي هما كاعيين فقدوا لو كونترول على بحال دابا ديزاد اللي بحال هما عصابات بوليزاريو برئيسهم هذا ابراهيم ما نعرفوهاش ما يحبوش هذه الهضره. هو الشعب الجزائري رديته ارهابي والمرتزقه تاع البوليزاريو اللي تدفعوا لهم في السلاح رديتوهم مساكين ومغبنا وما عندهمش وقلالين وزواوله. اما احرار الجزائر وحرائر الجزائر في الداخل وفي الخارج ديروا لهم في التكيه تاع الارهاب. إذا كان الإرهابي واجهة فعصابات البوليزاريو هي الإرهاب الحقيقي. عصابات البوليزاريو ورئيس البوليزاريو واجه الجنرالات البوليزاريو هما الإرهاب الحقيقي المسلح. المسلح من طرف جنرالات شنقريحة. وعصابة الديانات الإرهابية. رديتهم هذوك مظالم ومساكين وأصحاب قضية. والشعب الجزائري المسالم اللي خارج بيده للسماء ورافض لافتات ورافض شعارات ورافض رجع ارهابي رجعت رئيس هذا الشعب والناس اللي تدفعوا لهم في الكلاش والقناطر المقنطره تاع النحات تاع البلوط تاع الرصاص وكل انواع الاسلحه تبعثوا فيها في الماجيريس في النهار وبالليل رديتهم مسالمين وناس نازلين من مكه نازلين من الجنة ولا كيف يقول عفوا. أما إحنا الشعب اللي سلاحنا الوحيد هو شعارات سلمية ودائما ندعو للسلمية. العالم أجمع على أن الحراك الجزائري هو حراك يدعو للديمقراطية وحراك سلمي ونزيه. الناس تبعث لهم السلاح ما حبوش هاد الهضرة. قول امر عامل المخزون وقول عامل مانيش عارف واش قول واش تحب قول هضر واش تحب. رديتو الشعب الان دايرين مادة ها راهي عند دونك كاين دي زوبوزون اكتيفيست سور يوتيوب لي زالجيريان عايشين برا اون رياليتي كاين لا كونسيونس مي ايزولي سون ايزولي بوحدو وريشيرشي وعندهم مشاكل وهادو اللي كيهضر بحال هكذا يسون غيشيرشي بار دي ار اس ديالهم وهذا باش يمحيهم لانهم كيقولوا لا فيريتي سون تريغا حتى سير فيسبوك يسون انترفدي. الا تلاقيت بواحد دابا ان كوزان ديالو تماك تقدر غير واحد الكومونتير سير فيسبوك لشي ماروكان جاو داوه من الدار دونك كو ميم باقيه لا غيستابو تماك. سي بور سا كو المانيا راه جايه من جهه لان باقي لو سيستيم كومينيست على مانيير ديال الجيوعيه باقي تماك. حنا دابا هنا عندنا لي ريزون والله ما يديو شي واحد استيهاد دابا يدخل ماروكان ويشكر الجيري ويقول له الجيري مزيانه وحسن من المروك وكل شيء وتوحد ما يقربوا تواحد ما يمشي ليه باسكو حنا عندنا فريمون لا ليبرتي. ما عندناش ديك ان لا ما يخصوش يقول لا انا نهضر وانت هضر وفهمتي والمعروف اللي حمر ومعروف اللي خضر فهمتي ومعروف ولد من احمر ومن مصفر. دونك هي هادي دابا المغرب فيه لا ليبرتي اللي بغى يامن ولا ما يامنش المغرب فيه ليبرتي لا ليبرتي باسكو كي كنشوف انا لي سيغ لي شين يوتيوب كنشوف لي ريزو سوسيو كنشوف لي سباس بلو اللي هو الفيسبوك كنشوف المغاربه كيعايروا كلشي كيعايروا المغرب كاع ما كاش لي زعما نورمال كيعايروا دي فاسون دي نوت. المهم يسون نيجاتيف فيزافي دي ماروك ولكن حنا ما كنسبوهم ما والو لان رايهم يحترم واحد فهمتي. كاين اللي عندنا حنا بار اكزومبل لافير ديال خلي لافير ديال الصحراء كلشي انانيم كلشي متفق على ان الصحراء مغربيه وعلى ان الجزائر دوله عدوه تعادي المغرب وتعادي مصالح المغرب
وان الجزائر تريد تخريب المملكه، كلشي ولا عارفها، كلشي مابقاش مامن بخواخوا. ولكن مشينا القضيه ديال فلسطين، كاين واحد الجانب اللي باغي التطبيع وباغي المصالح ديال البلاد، وكان جانب اللي هو حماسي مع حماس ماذا، وباغي كل واحد كان اللي باغي دوله وحده اللي هي فلسطين وعاصمتها القدس، وكان اللي كيقول لك لا حنا بغينا دولتين يعيشون في سلام بين جنب الى جنب، واحد الشرقيه واحد واحد الغربيه. ولكن الاراء بعضياتهم كيحترموا، ما كانش بيناتهم واحد الترشق ولا واحد المعيور ولا واحد السبان، ما كاينش، راه كنشوف داكشي نورمال، كل واحد يحترم رايه. اما في القضيه ديال المغرب اليوم صبحت القضيه ديال الصحراء وقضيه ديال سبته وليليا وديال الكرامه ديال المغربي والمغاربه وديال المملكه، وداكشي ولات مقدسه، ولا بنادم ما يقدرش يمسها. اللي مسها في المغرب راه دار اخلال بالنظام العام وعدم احترام الطقوس، لان حنا كنا كنحترموها ماشي خوفا او ما شوف، هي لان هذيك هي المكونات ديالك، هي التاريخ ديالك، هي اللي عندك بالعروق. تينا غيان دوت كو لو غوايوم، ماشي دو جورنون دو مان. انت باغي تمحي لك التاريخ ديال 14 ولا 15 قرن، الناس راهم يقلبوا عليه بالميكروسكوب وما لقاوهش. كاين دول باغيه تشري التاريخ وما لقاتوش. تايوان كتشري الباتريمون بالملايير باش كونت واحد الباتريمون ديالها، هي كانت كانت واحد الدوله واحد الامه ما عندها حتى جذر، ما عندها حتى هويه. سير قلب على تايوان دابا تمحي معاها، سي ليستواغ دو تايوان اوسي ديال لما كانوا الفوازان، باسكو قتلوهم لي تيرك وقتلوهم لي فرونسي. دونك حنا المغرب العقليه تطورت بزاف، المغاربه ولاو ناضجين، كو سو سوا او دو كوتي ديال بوليتيك اكستيريور ديال مسائل العلاقات المغرب مع، لان كتشوف دابا حتى الدوله ديالنا كتعرف دير ليكيليب، دايره حسن، دايره حسن المعامله مع الفلسطينيين في غزه، وكتعطيهم مساعدات، وكتدير اطباء، ودايره بنات مستشفيات، وبنات مطار، وبنات الطرق، وبنات مدارس، اي او ميم طو دارت علاقه مع اسرائيل. ان ليكيليب جايه مع زوج، مع اللي هما حماسيين، ومع هما مع دولتين، كاين اللي مع دوله، ولكن حنا ما عندناش لا ديسيزيون ديالنا، هادوك الجوج بزوج هما اللي غيتقدوا السيتياسيون ديالهم. حنا با امبوزي واحد السيستيم، واحد لو مود دو في ديالهم، المصير ديالهم هو بين يديهم، الا تفاهموا حنا اش غنزيدهم؟ قول لهم الله يعاون. سيتو اما هذوك القتيله وقتل الدراري الصغار وريب ولي الجيمه بكيره، حتى واحد ما يقبلهم، حتى واحد ما يقبلهم. ولكن المغرب هو دابا ما كتهضرش مع سوريا، كتدخلش في سوريا، خلاص قرب، لان هذاك واحد المعسكر ديال الشر اللي واقف في المغرب. راكم شفتوا لا ليغ عرب ا كونداني لليون اوروبيان على كونداني لاسبان، لو سول لي نو با كونداني سبحان الله العظيم ما بقاوش عندهم علاقه بالعرب المسلمين، هي سوريا ولا الجيري، حتى واحد ما اعترف بسبتهم ليليا اسبانيا مع على الجيري. دول الخليج كلها يساند الخليج اللي كيعيرهم، كلهم ساندوا المغرب، كلهم حنا نستنكر ما قامت به اسبانيا وما قام به الاتحاد الاوروبي مع هذا الجيري. دونك كل ما يضر المغرب توافق عليه الجزائر، كل ما يضر المغرب. دونك العداوه باينه، حنا ما با بيزون كاع نبقاو نقلبوا، كلشي باين، غير مؤخرا كلشي بان، كلشي بان. المغرب كيضرب اقتصاديا، البايب لاين ديال نيجيريا داه باسكو فا كوبي لو بايب لاين ديال اللي غيمشي لاسبان. لاسبان لعبت بالعلاقه وبلا كونفيونس ديال المغرب، خرجت على راسها، ولات مشوهه في العالم، ولات معروفه انها كتعامل مع واحد يهبط المستوى، كيقول لك انا اوروبي واحترم حقوق الانسان، وكيطلق مجرم قاتل بالعشرات، ها؟ واحد الدوله اللي هي تنتمي للاتحاد الاوروبي كتقول لك نحترم القانون، وكنتبع كل من اجرم في حق الانسانيه، وتطلق مجرم انسانيه، شوهت باوروبا وشوهت براسها، ها؟ باسكو في الفي بارتي دو لا فامي اوروبيان، باغ دو لا، لالجيري كتقول لك حنايا كنقمعوا الشعب، نديروا واحد الميزان ونحسبوا لو نومبر دو بريزونيير، غير اليوم شحال هزهم واحد، اليوم شحال هزهم واحد، والبارح شحال هزهم واحد دخلوا للحبس، في المدارة الأخرانية، بالعشرات دخلوا للحبس، بالخصوص النساء، فوق 80 مرة اللي دخلت للحبس، حنا سمعتوا اليوم دخلوا 80 مرة، كنقول لك حنا انتهضوا عندنا السجناء السياسيين، نديروا الميزان، نحسبوا شحال عندهم هما وشحال حنا، راه حنا صحاب تازمامر طلقوا وتعطاو لهم الانصاف، تعطاوهم الملايين، ومنهم أمينة حيدر خدات 50 مليون، كاع ما قنعتها كاع، وكتاخذ لابوس، تاخذ تعويضات شهرية وروينة، مشات تاخذ هي باغية تبات في السيوت، ديك السويت ديال
ليكسيريوس اوف يونايتد ستيت ب 11000 دولار دونك حنا عندنا كومام عندنا عداله اجتماعيه عندنا حقوق حريه التعبير واخا كيكذبوا يقول لك راه ما كاينش ما كاين غير هي كاين شي حوايج عاوتاني بنادم ما عاودش ماشي ضروري تسب السبان هو الحريه السبان راه مساس في شخصيه الاخر انا لا سبيتيني غير في الفيسبوك مثلا نسكريني مع السيت ديالك ونجيب داك بليا فين كاين باليدي ديالك نشكي بك عندك 3 مو ولا 4 مو ديال الحبس عندك من 3 حتى 5 مليون قرا القانون الجنائي حتى من 3 حتى 5 مليون بيناليتي تخلصها لازم يرد باله وتعير لا مالك ولا صاحبك ولا جارك سي با لا سي با اوتوريزي بار لا لوا حتى عندك دار قال انت واش تقدر تسب المالك زعما حتى تسب عاد باش تولي حر تقدر تسب تبون ياك غير تبون تقدر تسبو ما تقدرش تقدر تسب شنقريحه ولا قايد صالح اللي مات ولا العماري ولا المقري ولا البوهالي راه مقدسين تقدرش تسب حتى بوليزاريو والله تشد بوليزاريو تسبو يدوك الحبس وسي لا رياليتي لا رياليتي هادي راه واقع راه ماشي زعما كنسولو هادو سي لا فيغيتي دونك كاين فرق كبير المغرب تقدم او بوان دو في ديال حقوق الانسان كاينه حقا بغينا المينورسو مراقبين يمشيو يشوفوا داخل الصحراء وهذه تشاك تعاود ليا شوف مشاو يشوفوا في الرابوني والحماده الناس تماك مسجونه مساكن ما بعد ليه دونك الموضوع هو هذا نو زافون ان غران بروبليم سي دافوار ان انمي جوست اون فاس انا با لا تيت قاصر ما عرفش كيدير خارج على شعبو خارج على الدوله ديالو وما عندو اوكان افونيغ غارق محروق باغي يحرق معاه كاع الحصيده كامله ديش يعني دونك حنا على اي عندنا ان بال ايماج المغرب عندهم ان بال ايماج اترافير لو موند تالمو ان بال ايماج حتى يسون انفلونسي التوانسه كيقولوا حنا مغاربه والله القسم هادشي اللي كاين اون اوروب تونسي الى تلاقى مع ان اوروبيان كيقول ليه دويتي وار يو فروم مروكو تلاقى مع الجيريان وار يو فروم يقول ليه مروكان انا جو سوي ماروكان تو لي تونيزيان اي لي الجيريان اون اوروب كيعطيوش لا ناسيوناليتي ديالهم كو سو سوا لي فام او لي زوم كيعطيوش لا ناسيوناليتي ديالهم كيعطيو ناسيوناليتي ماروكان عارفين اي سون تالمون كونسيون كو لي ماروكان سون ريسبكتي اي اوبجي دو كونفيونس فيهم ثقه والمغرب دابا حاليا قراو دابا لي ديرني روبور ديال لي زوروبيان كيقول لك على غير الرئيس ديال نيجيريا قال لهم المغرب اكثر امنا واكثر استقرارا واكثر ضمانه واكثر قراوه على القضيه ديال البايب لاين اللي غيجي من نيجيريا ودار لا كونفيونس في المغرب باسكو المغرب ياكل ويوكل كيعرق كيدخل معاك في لافير تربح ما كانش لا ماشي والوعود زوج كوب دي موند زوج كوب دي كونتينو جوج كوب داكشي ديال التخربيق كيستحمروا النظام استحماري كيستحمروا شعبهم بغا يستحمرونا حنا كاع ما مسوقين ليهم يقول لنا حنا القضيه ماشي ديالنا القضيه في الامم المتحده صح نمشيو معاك الاطروحه ديالك القضيه ديالك في الامم القضيه ديال الصحراء الامم المتحده لان الصحراء المغربيه اللي باغي تقول لها تقرير المصير عندها ارتباط جيوغرافي ارتباط ديني نفس الديانه ارتباط لغوي اللغه اللي كاينه في الصحراء هي اللي كاينه في سيدي افني وطاطا وطنطا وزاكوره والحسانيه هي اللي كاينه الدين الصلاه اللي كيصليو كانوا كيصليو ويبداو بجلاله الملك من قبل من الاسبان كاع هي اللي كانت كاينه الداخل وبرا واش كاين بيناتهم شي ويدان كاين بيناتهم شي بحر الارض امتداد جيوغرافي ونفس اللغه والصحراء كاينه حتى في الجزائر داخل الجزائر انت باغي دير دوله وسط دوله درتيها دوله وسط منك باغي دير دوله وسط المغرب فكر بوحدك كانوا رحل مسيدي افني مقول ميمة زاكورة مورزازات مغاس حامد الغزلان كانوا رحل كاملين كلهم ينتميو للمغرب تا جيتي تبغي دير لهم دولة سي بوغ سا المغرب ما عمرو يقبل لوطو دي تيغميناسيون سي بوغ سون كاع كاين دوسي في الأمم المتحدة هضر خليه في الأمم المتحدة علاش بالك كتشري لهم في السلاح خاصهم يطير علاش تشري لهم في السلاح وكيقتلوه في المغاربة علاش بالك انت اللي كتحارب انت الألجيريان سيرفيس ميليتار انت اللي كتحارب في المغرب بسميت بوليزاريو علاش ياك
au nom raha aux mains des Nations Unies. Alors laisse les Nations Unies régler le problème. تدخلتي في حرب وكتجمع المغرب ودير مساجين وكتقصف المغرب وتعير المغرب وسبقتي الزمان والمكان باقيه في الامم المتحده وانت مسميها جمهوريه وهي مازال كاع ما تقرر المصير ديالها. سميتيها جمهوريه ودرتي لها اعلام ودرتي لها كونسوليات ودرتي لها سفارات ودرتي لها وزاره ودرتي لها ديبارتمون والسكرتاريا والروينه. لا، من هنا كيبان على ان كيستحمروا فينا ويستحمروا الشعب ويحسبوا الناس راه العالم كله راه يضحكهم. اي سون لا غيزي دي موند، العالم كله كيضحك عليهم. العالم كله. الا كنت امن الامم المتحده خلي الامم المتحده، انت عارف الامم المتحده ما غاديش تعطيك ما تعطيكش اللي انت كتمناه. انت عندك الصحراء كبيره، عندك كرش قداش خارجه باغي دير كرش اخرى. هادو صاري ليهم بحال هذاك اللي لاباس عليه في العروبيه وعنده 99 راس ديال الغنم. نعجات وصر ومالي فومال. واحد جارو عنده غير نعجة، هاي نعجة مسكين كيسرح بها. واحد النهارات مشى عند هذاك اللي عنده 99 نعجة، قال له الله يرحم لك الوالدين، سلف لي شي سردي غير باش نلقح ديك النعجة تولد ليا. سمنا شاف فيه مزيان، قال له دخلنا عليك بالله، هنا راه عندي 99 راس، عطيني داك الراس اللي عندك باش نكمل 100، عافاك عطيني داك ديك النعجة نكمل بها 100 راس. هذه هي قضية ديال الخيرية. عندها الصحراء كرش كبيرة دوارة قد الرومبون ديال باشكو، وباغي دي الصحراء ديال المغرب، وهذا الصحراء ديالها كبيرة وفيها البترول وفيها الغاز وفيها الدقلة فيها التمر فيها كلشي الخيرات فيها، وباغي دي الصحراء ديال المغرب. هي هادي ديال 99 راس ديال الغول، باغي دي ديك النعيجة ديال داك الدريويش. دي هذه هي القضيه ديال الجزائر. الصحراء ديالها كدير 5 مرات من فرنسا. دابا اكبر دوله في افريقيا مع تقسمت السودان هي الجزائري. ايوا العرب صاحبي غير هذيك البليده يستغلوها وكلشي فيها الخير والبركه. شي هذيك البلاد يعيشوا فيها شي 30 دوله دار في ديك الصحراء او 40 دوله كدار تماك. هما طابعين في المغرب يديو ليه الصحراء ديالو. بغيتو المحيط الاطلسي نعطيكم لاباي لاباي طويله جبدوا الماء ديال المحيط الاطلسي. كاين لاباي ماشي البايب لاين، لاباي باي طويله جبدوا الماء، لان ما كانش ديال المعامله ديال الغدر وديال الحقد وديال السم وديال السابوطاج وديال التخرير. اش فيهم ما تسلم عليها تسلم عليها، اش فيها ما تسلم عليها. انا ساعدتوني ولا ندير لكم كاع ندير فيكم بليزير، نديروا واحد الساقيه طويله شي تيجيو ونخرجوا لكم الماء تملحوا بالماء ديال المحيط الاطلسي. عرفتي واحد القضيه نقولها لكم، حق الله العظيم الا ضاعوا مع المغرب كون راهم مبرعين، كون راهم لي فاكونس داخله باراسولات والنشاط والطون. دابا الهواء ديال المحيط الاطلسي، سير شوف الهواء ديال المحيط الاطلسي، البحر الابيض المتوسط صغير، وكثرت ليه كثرت النافيغاسيون لي باطو والروينه والبوليسيون ولي كادافر. لي كادافر شحال واحد غرق من لالجيري، 10000 تبولية، الحوت كلو علق، كلو ما بقى فيه والو. كتلقى فيه ديك السردينة اونديكابي، كلشي علق، كاع هداك الحوت لي اونفور قدر يحرق حرق لوسيون اتلانتيك. دابا لوسيون اتلانتيك كاع الحوت ديال المحيط حتى وضعت كاع ديك المنطقة بالخصوص المنطقة من تونس لهنا، كاع الحوت حرق، بقى حتى واحد يطور. تقولو كيمشيو تقربوا من جهة الحسيمة ويقربوا ليسبانيول كيتشكاو من الحوت. دابا المغرب غادي يحيدهم لي باطو ديال المحيط والله غادي ينشفوا والله. الحوت سولوا عليها كما بغيتو، الحوت سبحان الله العظيم الحوت كيحرق، باغي اتساع، باغي اتساع، باغي يشم المحيط الاطلسي في الهواء ديالو سبيسيال. راه كتهبط من جهة لاكوت ولا من جهة المحمدية ولا من جهة تيسون. ضاعوا ضيعوا الشعب ديالهم في واحد العلاقه كانت غادي تكون زوينه، كانوا غادي يتبرعوا يجيو المغرب يجيو لمراكش يجيو لكازا يجيو لمكناس يجيو لوجده يمشيو يخيموا في العيون داخل، ضيعوا شعبهم ومبسطين لنا المخ ديالنا. المهم تبارك الله عليكم، فيفا مروكو. مره نقصروا معكم، حنا مسالين قبنا
سالي الخبنة. كان غير المغرب مغرب مغرب مغرب. واليوم سيروا المحيط الأطلسي شتي مجي الداخل الحوت كاع علق تماك، دير يدك جبد السمكة، دير يدك لواحد الأرض الأطلسي جبد ميكا ولا جبد سبردينة، سبردينة قديمة ولا جبد شي حلومة. تبارك الله عليكم، عاش الملك، عاش الشعب المغربي، وعاش المحيط الأطلسي السي السي. تبارك الله عليكم، بون نوي. وديما ديما فهمتي 10 ديال شحال درت فيديو اليوم في لاشين، واقيلا درت شي 6 ديال الفيديوهات. هذوك اللي تابعين حفظتهم، امين خلفه وامسيه وزيداك وعريشي، ولي حافظ السميات ديال اللي كيدخلوا كيبقاو يسبوا، حفظت لهم كاع السميات ولاو من العائله. مانيمين لي ديبا ديال لاشين، مانيمين ديال اليوتيوب، مرحبا بهم. المهم راهم كيسبونا يعيرونا، او ميم طون كنعطيهم الحقائق على انهم عندهم المهابيل اللي مسيرينهم، غير مهبول على خوه مهابيل. راه ليكس امي ديال تابونستان ديال الرئيس بطوش دو، قال لهم هذاك راه مهبول، تصور كيشهدوا فيه على انه مهبول. حتى انه شفت واحد الفيديو قبيله والله لقتني بالضحك، قال لهم كنسمعوا انك يقولوا لنا انتم كتحترموا الاتحاد الاوروبي، راه انتقدنا وراه قال لنا ما كتحترموش حقوق الانسان، تابعينا بالعين ويبعدوا منا، حتى راه حاسب راه خدام بوحدو في واحد الدوار، حتى واحد ما يدخل فيه، تابعينا كذا وكذا، قالوا لنا كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا، قالوا لنا كتقمعوا المتظاهرين وكديروا يعطيونا اتساع يبعدوا منا ما لهم حاضيننا. قال لهم مشيو شوفوا فلسطين راه القتيله، وراه بغى يدورهم لفلسطين، دون فلسطين. حتى داك الشعب تبارك الله وصل على النبي، وقال ليها الرئيس والرئيس، وقتاش دينا لفلسطين نهجموا عليهم، وقتاش تولي رئيس ديال الصعيد ديال شوف دابا راه شوف شاك بوبل ميريت سون غوفرنو، اي شعب كيستاهل اللي تحكم فيه، فهمتي؟ اي شعب كيستاهل. انا ما دخلنا عليكم بالله، انا بيني بينكم نهضر مع لي زالجيريان، واش هذاك فالاب يكون غير معلم بلا ما نحتقر معلمين، اتونسيون ماشي يا سيدي ما نقولوش معلم، واش هذاك يستاهل يكون مرشد قيد؟ بلا ما نمشيو قيد لان عاوتاني غادي نجرحوا لي قيد، واش يستاهل يكون بنادم بعدا اصلا كاع؟ يلاه خليه هادو كاع على الاحترام كنضحكوا، واش يستاهل يكون بنادم؟ كي كيهضر الجمل ديالو عنده ديما فيهم كذا وكذا كذا وكذا، تيك تاك تاكتيك، ما عندوش فعل فاعل مفعول به، بحال ما قاريش النحو، ما فهمتش. وكيفتخروا به ويقولوا تحيا تبون، وحنا كيقولوا انتوما كتقولوا عياشه كتقولوا عشان، حنا رحنا عياشه عياشه ماشي رياشه، انتوما راكم ريشتو البلاد ما خليتو فيها والو. احنا الله يجازيكم بخير، تصنتوا ليا مزيان، نتوما الدولة ديالكم فيها لي زوكطاجينيغ، فيها غير لي فيو لي فرنسا صوبتهم. وديما كنقولكم وثيقوا بيا أن آخر مستعمرة من بعد سبتهم ليليا، أنا سبتهم ليليا غادي نرجعوها، سبتهم ليليا غادي نطلقوا الجمهور ديال القنيطرة والجمهور ديال المكانة، فهمتي، وشوية ديال الجماهير منا ومنا غادي نفاريوها بلاتي، غادي نفاريو دابا يقول القاصرين ما القاصرين، فهمتي. دونك اخر مستعمره هي الدوله الجارة، اخر مستعمره والله القسم الى مستعمره، لان التصرف اللي كيتصرفوه ماهوش نورمال ديال مسؤولين كيخافوا على شعبهم وكيهتموا بشعبهم. واحد اللي كيقول لي خسرت 1000 مليار باش نخرب الاقتصاد تاع المروك في الطوموبيلات، وواحد اللي كيقول لي حنا ما نفخوش لي بنو العجلات نقولوا راه حنا نصاوبوا للوطن، هذا رئيس هبط هذا المستوى، هذا رئيس اللي يقول ما نوريكش الخطه تاعي، ما نوريكش كونتر خطه باش دير لي كونتر خطه. واش هذا مسير شعب ولا واش مسير هذا ولا شي فرقه ديال الدوار ديال كره القدم يغمق عليهم يلعب لهم غوارديولا؟ ها هنا هاد الشعب اللي قابل هاد الشيء وموافق عليه وحادي المغرب ويعيط ليه المروك، راه ماشي نورمال، راه ماشي نورمال. لو كان بحال هادو اللي بعقلهم راهم معصبين دابا كيقولوا المروك خير منا باسكو سون كولير،
فهمتي راه كاين احباط تما كاين غروند فريستراسيون باسكو يل فوا كو لو ماروك افونس و يل ريكول يل ريكول يل نو ريست با سير بلاص يل نافونس با يل ريكول سي نورمال واخا يهضر في هذا الوقت انا ما كنديه واخا يقول لك المروك الحسن الثاني ولا سي محمد البوسلي يديه فهمت ندخل ليش راسي هذا باسكو قالها باسكو لاتريما كونت لي انيرفي يدي نيمبورت كوا وكاين معارضين اللي عندنا كي بروفوكيو لا كولير دي ريجيم اون ابويون سيغ لو ماروك فهمت حنا كنشوفو الراي العام شوفو الراي العام الراي العام ديالهم تفورم على لونتي ماروكانيزم تفورم على ضد المغربيه وضد الملكيه ما عندك ما دير ليه ولكن المعارضين ابار هذا اللي قال لك بوليزاريو ولكن كيجي ما يقدرش يقول لك الصحراء المغربيه 100% الي اون كولير كون سون ريجيم باسكو سون ريجيم نو في با سو كي لوي لي غادي يوافق الشعب انك ان النظام ضد الشعب واحد اللي كيقول لهم كيعايرونا حنا كيسبونا بالديكتاتوريه والعبيد واحد اللي رئيس كيقول لهم نسبه المشاركه لا تهمني او انت من الناس ما كيفوطيوش كتبغي تبقى رئيس وتبغي تخلي القانون لا راه نسبه المشاركه راه مهمه لانك تشوف ان الناس منخرطه في النهج الديمقراطي ومنخرطه ومتضامنه على واحد النظام غادي يختار يو الناس ما كتشاركش بحال دابا لا كابيلي زيرو زيرو بارتيسيباسيون فيها 10 مليون دابيت نعيروهم حنا ما خاطينا داكشي داكشي بيناتهم انا المغرب اللي حرشهم المغرب ما حرشهم والو المغرب ما كيجيب حتى الاخبار ديال الجزائر في القنوات الرسميه ما كيجيبوش اخبار الجزائر نهائيا حنا اللي بتنبت صامدون لاصقون لان تعدوا علينا خطر 45 عام هما معدين علينا خرجت فرنسا خلات لي كابور وعلقوا جينيرو كل واحد دار جينيرال هنا وفرحوا بها بقاو شادين جينيرال 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 ولهاو الشعب بالمروك الشعب طاح في البياج الشعب ديال طاح ما بغاش يخرج داك البياج ديال الماروك كيقول لك حنا الجزائريين حاضرين المغرب والله المغرب حاضر الجزائريين والله المغاربه ما حاضرين الجزائر وشحال واحد كيتلاقى معايا اون فيل دابا هنا في كازا ولا يتلاقى معايا في ديكوان ولا في سارتان ليو ديال لي زافير لو مونتيزا كيقول لي والله ما كنا عارفين تسمعنا كتهضر عاد لينا كنردو البال الناس في زمان با اتونسيون كيقول لك خوتنا ويبغيونا وحنا الدم الاسلام وهذا وهما دايرين لك دوله كتقتلك من 75 وهي كتقتل فيك وكيسلحوها من اموال الشعب والشعب لا ينطق ولا صم بكم ولا ينطقون وحنا نبقاو نثقوا فيهم لا المغرب دار واحد السياسه كيقول لي ديو بروتيج موا دو مي زامي مي زينمي جو لي كوني لامي دي ماروك المغرب كيعرفو هو الجيري خلاه باسكو راه عارف واش كيدير علاش المغرب ما قطعش العلاقه قطعها مع المانيا يا حصراه والاسبان راه كتقفقف ما قطعهاش مع الجيري اللي كضربو بالرصاص كضربو بالرصاص الصفر كضربو بالدروك دو ستالين وضرباتو بلي ميسيل ودابا واصلين 150 بلاغ انهم ضربو بلاصه وضربو بلاصه والبلاغ دايز القنوات الرسميه الجزائريه ما قطعش العلاقات باش يخليهم يشوفوا ويعرفوا شنو كاين جيسكا لا فان جيسكا لا فان دونك شكون هو اللي كيتعدى على الاخر شكون هو اللي من 63 هو تابع المغرب تابع المغرب والحسن تاني مسكين الله يحسن عونه وحق الله العظيم الى باز داك السيد والله العظيم الى باز ليه شحال محاوله الانقلاب وشحال غسيل الدماغ ديال الشيوعيين وشحال 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 فهمتي وجد نظام تناوب اعطى الاحزاب تسير ورئيس الحكومه من الاحزاب وبداو باليوسفي الله يرحمه وبقاو غاديين كلشي خدام الا كان شي حزب ما خدمش المسؤوليه ديالو دابا الشعب ولا كيتيقي في الملك وبونسي كو سي لو ميراكل ديال المغرب هاد الاحزاب وهاد لا شونس اللي تعطات لهم باش يسيروا البلاد كلهم جعلوا ان المغربي ما بقاش يثيق بالسياسه ما بقاش يثيق في المنتخبين ما بقاش يثيق في البرلمانيين ولا في النواب ديال الجماعات ولا كيثيق كي يل سو ريفير او روا كيرجع عند الملك والملك هو اللي كياخذ القرارات ديالو وشي حوايج فينونسيهم من جيبو ولا قالوا كيبغي الشعب سي نورمال باسكو سانز ان بوبل يا با ان رويوم لو ماروكان سون رواليست
باسكو سي لوا لو روا كي في تو بور كي سوا رواياليست كي يوفر لهم كل شيء بورتون نو دوفون ترافاي نو دوفون فيغ بليزيور شوز هي العقليه ديال 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 الجزائري كانت غتكون زوينه في واحد القضيه العقليه ديال الجزائريين الا كتبان الجزائر غير سبني كانت غتكون زوينه لو كان ما سدوش عليهم في 65 لو كان خلاوهم يمشيو ويدخلوا ويخرجوا ويجيبوا السلعه ويديروا الليبراليه بمعنى الكلمه والله لا تسوقوا المغرب والله لا داروا بوليزاريو والله داقوا شنو هي لا ليبرتي شنو هو الحياه لان الجيوعيه راه ما تجيب ما تاكل ما تعيش غير داكشي اللي جابوه لك تسنى الدوله توكلك والدوله تخدمك والدوله تخلصك فهمتي لو كان تلقوا لهم الليبراليزم بحال اللي كان في المغرب عمر تكون بوليزاريو وعمر ينوض شي واحد من المغرب انفصالي هرب تماك بحال كاين الحاج موسى كاين موسى الحاج ولكن ils ont choisi le mot, la mauvaise idéologie, une idéologie dépassée. On ne peut pas créer l'égalité entre les personnes. Les gens sont différents. Un est un handicapé, un est un handicapé, un est intelligent, un est valide. On ne peut pas dire que les gens sont différents. Un est qui est un travail de la واحد في النهار يدير لك خدمه ديال نص ساعه ما يمكنش نديرهم كلهم ايغو انت باغي دير ليا الجيوعيه جوع كاع عباد الله لو كان تلقوا لا انتما كتفوا العقليه الجزائريه كتفوا الجزائري والجزائري ما باغاش يعترف بها كيقول لك حنا نو سوم دي روبال باش روبال انت ثوري باش ثوري انت تحرري باش حرري هذاك الشيء راه قراوه لك دخلوه لك في راسك حلوا لك دماغك ودخلوه سوده سوده لك دماغ المجلس شهدانا الابرار بلد المليون ونص الشهيد وان تو تري فيفا لاجيري عاش الرئيس بوخروبه بومدين هادشي سودا وهداولك في راسك كون خلاوك دماغك متحرر وكتشوف الدنمارك وتشوف كوبنهاغن وتدور في الدول السكونديناف الدول الامريكيه والاوروبيه وتشوف العالم كي داير تكون ديك الساعه دماغك متحرر يقول لك هادوك ماتوا لي زالمون لي فرونسي ما ماتوش هما عندهم الشهداء عندهم بلان دو مارتير ماتوا في لاكيغ مونديال الفيتنام مات لهم 5 مليون كيقول لك شو هذا انا الابرار ولا بلد المليون 5 مليون تقريبا 100 عام هما كيتحاربوا 100 عام خرجوا 5 ديال الدول دول عظمى فيتنام ما كيقول لك حنا ثوريين تحرريين حتى صاحبي فتحتينا بهذا الشيء سير دير لك كاش انجاز سير دير لك شي خدمه شي خروبه كرهكم في المروك بقيتهم قابلين المروك بوتفليقه زاد كملها بغى يقلد الحسن الثاني مشى ما لقى ما يدير مشى دار جامع دار مسجد في ارجي واحد البلاصه اللي خص يكون فيها في المرفق عام فين يعيشوا الناس دار جامع قد مدينه خسر عليها الملايير علاش زكارات في المروك اللي دارها المروك خصها يديروها كاع اللي دارها المروك خصهم يديروها المروك حنا ما خصوش يفوتنا باش نفوتكم وطعريجه ما كتصاوبوهاش والله القسم الا الطعريجه كتدخل المغرب الطعريجه الصغيره والكبيره والله بندير ما كيصاوبوها بندير ديال الجلد ديال المعز كيتصاوبش ما كاينش الشعب عكزوه كل خوه ما خلاوه ينتج والو ما ينتج حتى شي حاجه سي نورمال كيولي هكذا كتبان لك الشعب يخدم وشعب ما يخدمش حتى اللي كيمشيو لاوروبا كيبان لهم اللي يخدم كافي كيقول لك كافي زعما كامبو اللي كيخدم راه زعما ماشي كيقول لك كافي محلب زعما قهوه بالحليب كامبو مكلخ اللي كيخدم كيضحكوا عليه هما خصهم الفولالاتي خصهم الديلر ديال لا دروغ خصهم الشفره الفولا لاغاش ديك هي القفوزيه عندهم اللي كيخدم يبان لهم ما يخدم غير المروكي والحمار هذا شعار عندهم في البلاد في السبعينات اذا هادشي منين جاي الدوله صوبت لهم هاد الدمير حيدت الدماء وحيدت دارت واحد الحجره عامره واحد لابيس ديال مروك 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 فساد فساد بحال داك التسبيح اللي صاوبوا لهم شواش شاش هاي داك التسبيح صافي ودابا واحد التسبيح راه جايهم جديد تسبيح زوين راه جايهم دابا مع هاد العمليه ديال الطياره اللي ولات دمي طاريف ولات 900 ولا 940 940 ما بقيتش عقل على البري 940 تقريبا ما وصلش قيلا واحد 100 اورو ولا 120 اورو باغ كونت كاينه 1000 من تماك حتى 1200 لي بخي ديال الطياره دابا اش غادي يخرج دابا كانت لا روتين ديال اللي كدار كتسكانا اللي كدار كتسكانا اللي كدار كتسكانا
دارت الاولى، دارت الاولى، دارت الثانيه، دارت الثالثه، دارت الرابعه، دارت الاذاعه ديال القران، دارت الاذاعه ديال القران، دارت المجلس الامازيغي واش عارف داروه. دابا اش باقي ليهم؟ باقي واحد التسبيح سبيسيال من بعد هذه العمليه ديال الملك، واحد التسبيح كيقولوا تحشات لينا، تحشات لينا، تحشات لينا، تحشات لينا، حشوها لينا، حشوها لينا، حشوها لينا، قلبونا، 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 روونا، روونا، تقولبنا، تقولبنا. هذا هو التسبيح اللي بقى ليهم دابا، مابقاش مروك. علاش؟ حنا دينا بالطوش، دينا بالطوش، دينا بالطوش، سبني وداو الماء الكازون والمازوت هما داو الصحة. هي هادي تحشات لينا، تحشات لينا، تحشات لينا، تحشات لينا، تقولبنا، 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 هادشي اللي بقى صافي. تقولبوا بقاو تابعين داك النظام، نهار اللي بغاو يفيقوا لقاو الشعب علموه التكلاخ وعلموه العكز وعلموه والو، تبعوا بالطوش، ردوه بيض بيض ولا بحال الدريه. انا ولا نحسبت ولا بحال هادوك ديال تفرجتوا ديال لي فامبير، دوك البيضين اللي كيكونوا عايشين في الظل ولا تماما، داروا ليه الرميك، داروا ليه الرميك. مهم دابا التسبيح ديال المروك، المروك والدعاره، الدعاره، سياحه جنسيه، سياحه، داك التسبيح ما بقاش. دابا عقلوا على التسبيح ديال تحشر لينا، تحشر لينا، كاين اغنيه يقدروا يغنيوها بالقلاب. حنا نضحكوها، هي هي، انا ما نغنيهاش، الناس راهم ناعسين دابا. شوف المهم، المهم عقلوا على تحشر لينا، تحشر لينا، تقربنا، 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 قربنا المرق، قربنا المرق، قربنا المرق، بقالنا غير بالطوش، بقالنا غير بالطوش، بقالنا غير بالطوش. الناس دات الصحراء، دات الصحراء، المحيط، المحيط، المحيط الاطلسي، المحيط الاطلسي، المحيط الاطلسي، السبنيول داو الغاز والبترول، الغاز والبترول، المروك الصحراء، المحيط الاطلسي، الحوت، الكالامير، الروس كازميرو، تحشات لينا بالطوش، 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 صافي هي اللي هبقى لها. داو بالطوش، خانز الموسطاش، حسنوا ليه الموسطاش، ردوه بيض، ودير هكا هو مسكين بحال شي مسكين معروض، معروض للطهارة. كمش بحال هكذا، شكون كان يقول لك المجرم يولي ديال هكذا مكمش بحال حيدوه من التصماط، كانوا مصمطينو ومحيدانيه من التصماط، واش نقري حتى هو دير ديرها، ودخلنا عليكم بالله. واش هذاك شنطريحه حتى هو دخلنا عليكم بالله. هادو كيضحكوا علينا، هما كلشي كيضحك عليهم، هما فايقينش، ما حاولوش يعرفوا انهم كيضحكوا عليهم ومخابيننا حنا. تقربنا، 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 المحيط الأطلسي، المحيط الأطلسي، دور المروك، دور المروك، دور المروك، حنا دينا بالطوش، بالطوش، هيا بقاو تسبحوا على بالطوش. تبارك الله عليكم. شوف ديما مغرب، أنا بغيتكم تكونوا دوما ناشطين، حاولوا تكونوا بوزيتيف باش ما كان ضحكوا راكم بخير وعلى خير. العقلية المغربية ما كانش بحالها، عقلية متفتحة ومنفتحة بحال الوردة، وكنقبلوا كاع الناس. تحشر لينا، تحشر لينا، تقربنا، 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 المروك، 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 أويلي، أويلي، تبارك الله عليكم. السلام عليكم، بون نوي. أنا غادي نجاوب لي كومونتير. حنا قصارين، حنا غير قصارين، حنا مسالين قبنا، أنا مسالي قبي، قصارين. هذاك التسبيح ديال تحشر لينا، تحشر لينا، هنايا تحشر لينا، تحشر لينا، هنايا تقربنا، تقربنا، هنايا، هي هادي. مابقاش ديك القضية ديال القالب، داير القالب كيتصاوب، كيتصاوب غير في المغرب، اختصاصي المغرب. هنا الصحراء، السرف، ها السرف الداخلة، أفريكم دارو مناورة، تقصرو، والله العظيم إلا كنشتيو في عندهم في لي شان ديالهم، موري العسكر ديالهم، الحوتة كبيرة كيقسموها على زوج في الشواية، من لوسيون أتلانتيك أصاحبي، المحيط الأطلسي، عرفتي الحوتة كي دايرة، ما دير فيها لا ملح لا والو، معطرة، كتخرج بالعطرية ديالها كتحطها، ويلي ويلي، بحال داك الحوت ديال الوهرن، ها، كان يعوم في الورد الحار ونقص سمك، مشى الحوت، الفري حوت، بواسون الزوين. كلو علق المحيط الاطلسي، فين كاين اتساع، بعدا لا كلاه، لا كلاه شي واحد ياكل الروكان، ما عرفتش كاين من الروكان تما، كاين لا روكان لا والو، كاين هذاك سميتهم،
البحر اللي كيدوروا فيه الضفادع واش بحر ولو فيه جرانات. تبارك الله عليكم، والله ما سخيت بكم، ولكن خليكم شويه تنعسوا، انا مسالي قبي وما باغيش نخرج عليكم وتبطلوا غدا من الخدمه. مسالي قبي وراعتي، راه درت وخيلا اليوم شي 5 ولا 6 ديال الفيديوهات فلاشان، كان لوح الناس كيلوحوا فيديو في السيمانه، انا 5 6 علاش؟ باش نسخف هذوك اللي دايرين معايا، نسخف المرسلي بحال اللي طيح القروش، هنضرب عليه 4 ديال الطورات. حشاد لينا حشاد لينا قلبنا قلبنا لا باسيفيك ولا لا اطلانتيك. تبارك الله عليكم، السلام.